شعلت العافيه في الدار. السبب ديالها هي واحد الشمعه. السيد كينعس كيخلي واحد الشمعه شاعله حيت هو مسكين ازماتيك ما كيبغيش الضوء يبقاو مطفيين عليه. طاحت ديك الشمعه على الشارجور والزرابي وهذا. اش غنقول لك، الغريب في الامر هذا الشيء كامل هي العافيه انها شعلات، ولكن دوك صحاب الوقايه المدنيه ما جاوش في الوقت. كيعيطوا لهم الناس، يعيطوا ويعيطوا ويعاودوا، حتى واحد ما جا. تضطر ان الدري من دربنا مشى هو ومرته مسكينه حامله في التريبورتور، كيدقوا عليهم باش يجيو وما جاو من ورا ديك الوقيته فاش مشى عندهم الدري. نقول لك مشي نص ساعه او لساعه المكان، ومنين جاو هما نورمالمون ينقذوا من عند السيده، حيت انت الا شتي بخوميي غيطاج ما شعلاش فيه العافيه، غينقذوا من عند السيده غيطفيو العافيه من التحت. هما لا بقاو ضاربين مع الباب باش يفرقعوا هذا، والما ما تطلقش في وقته، هما واقفين هنا بالتيو واللي غيطلق الما باقي كاع ما طالقوا. انا كنحمل المسؤوليه صحاب الوقايه. هما منين دخلوا داروا خدمتهم، هادي نعترفوا بها، ولكن قبل راه ما داروش خدمتهم. منين دخلوا راه عتقوا الناس، راه الدراري مساكن تخنقور، حنا براسنا بقينا عليهم بالماء والحليب. فاش دخلوا داروا خدمتهم، ولكن قبل فاش كانوا الناس كيعيطوا راه ما كايناش الخدمه. كنا كنتفاجئوا بشخص واحد اللي ميت، حيت كانوا كيغوتوا غير مولاها شويه مولاها شويه ماتت. كنا كنغوتوا معاهم على اساس راه سيده وحده اللي ماتت. كنتفاجئوا بثمانيه الناس اللي ماتوا بزاف، فهمتيني؟ باش اصغر واحد عنده 6 سنين امير، دريه يلاه ناجحه في كاتريام، يلاه عندها 15 عام يلاه بدا حياتها، ام ديالها الاب ديالها عدوسها شيخها لوسها ولوسها اخر، يعني كتشوف شوف فاجعه ضاعت في اسره على قدها. الله يرحمهم ويغفر لهم ويثبتهم عند السؤال. هادشي اللي كنقولوا في هذا النهار العزيز المبارك عند الله، وهادشي اللي نقول لك اخ ديالي. خويا بومبيره حنا مشينا فيقناهم، راه ناعسين البومبيره، مشينا فيقناهم حنا من الناس، مشينا في تريبورتر فيقناهم من الناس بومبيره ناعسين. بومبيره صيفطنا لهم الدري مرته حامله غتولد، كيدق عليهم باش يفيقهم، تيقول لهم راه الناس كيتحرقوا ودخلوا شي يجريو كيرجعوا شي يجريو. تنقول لهم وكنعيطوا في التليفونات من 5 الصباح، حنا كنعيطوا يلاه بادي العافيه شويه، كان في كل شيء حتى واحد ما يموت، ولكن قدر الله ما شاء مكشاب لهم هذا الحادث، والله يدير لي فيها الخير. هادشي اللي غنقول لك اخ ديالي، هادشي اللي غنقول لك خويا. الشمعه طاحت على واحد الكابيس تاع العافيه في الدار، وانت راك عارف ديجا السفليه ماشي بحال البروميير والدوزيام. من تشعلت العافيه الناس تخنقوا، وقع فهمتي شعلت العافيه بزاف، وبالاخص كاين واحد الراجل بصير، كاين عائله اللي كبار فهمتيني ما عندهمش لا فورس باش يقدروا يهرسوا الباب ولا فهمتيني. وديجا ولا الدرب اللي دونك مع واحد لقيتي 5 ونص 5 ما قليل كي جاب الله دوك صحاب القياطه اللي كيبيعوا وشريوا، هما اللي يقدروا يساعدوا هاد الناس هاد، واخا ولو داروا المجهود ديالهم. بنادم توفى توفوا 8 نفوس، ولكن الغالب الامر ان اللي يبقى في الحال ولا تحس به وانه هما الوقايه المدنيه ما كتعيط لهم، هما قراب ماشي بعاد. دونك ما ينبا واحد 5 ديال الدقائق يقدروا يجيو. وتخيل بنادم مين جاي ما عندوش ماتريال اصاحبي، ما عندوش قرات اكسجين، ما عندوش باش يهرس الباب. دونك كيبان لك انسان ما عندوش ما داش واحد المجهود باش يقدر ينقذ ذوك الناس. كلو يكون دار واحد المجهود تقدر تقول حق دار المجهود باش يقدر ذوك الناس، انت ما درتيش مجهود باش تنقذ ذوك الناس. دابا انسان كيفاش حنا غيدوزوا العيد كبير والناس مقروحه، الناس 8 نفوس محروقه، راه امبوسيبل تكون دابا الكارشي كامل هادي ما يمكنش غادي تعيد. وانت غتعيد واحد الناس ولاد دربكم، كتشوف ولاد دربكم محروقين ما يمكنش غتعيد وانت مهاني مع والديك، ما يعطيكش خاطرك انت غادي تشوي وواحد مشى على فيه العافي، ما يعطيك امبوس. والمشكل ديال الغالب الامر ان الوقايه المدنيه واش انت جيتي باش تنقذ الناس ما عندكش قرات الاكسجين في دارك، راه امبوس. وديروك انت تخنقتي، هو اللي نديرو تخنق لداخل باش غينقذ راسو، ما عندوش قرعه وما عندوش ماتريال باش يهرس الباب. واش انت جاي معول ان ما عندكش ماتريال؟ على الاقل هرس الباب، هرس السور. دونك السفليه وكاين واحد الباب ديال الكرياج راه كاين ديال السفليه كيكون دافع بركي تحت، هرس الباب، خرج الناس، دير شي محاوله، ماشي غتجيو وكدير ما في الاخر توصل للدار عاش تلقى ولاد الدرب نقدوا لك الناس وقع وانت ما عاش جيتو، انتوما علاش غتجيو مي غيوقع حتى سالوا الناس؟ ما كاينش علاش غتجيو. وشنو هي الغالب الامر ان راك ماشي بعيد، راه القريعه ودومارس راه 5 دقائق ماشي بزاف. ماشي دابا كلشي كيقول لك بومبيه حنا غير ما كنحملوا مسؤول ديال بوم، ولكن ملي كتعيط لهم على الاقل كيبان لك واحد الامل هما يقدروا ياخذوا واحد الناس. ملي ماشي تنقد حتى واحد وانتم معطلين راه ماشي لوجيك هادشي هذا، ماشي ديما غنبقاو نعيشوا نفس المشاكل، ديما كيقول بومبي كيجيو معطلين ديما. الدراري ملي كيتعايروا مع البومبي راه ماشي كيعينوهم باش كيستفزوهم ولا، بالعكس حنايا الخدمه ديالهم عارفها قاصحه وفيها الريسك
وعندهم ولادهم وعندهم بزاف ديال حنا الله يحسن العوان. حنا تنطلبوا لهاد الناس الله يسهل عليهم وكنطلبوا للدوله اللي تزيدوا الماتريال تحميهم. حتى امك ترى ما تحمي عشان الا حماتهم الدوله هما غيحميو الشعب. واخويا حنا مع الخمسة الصباح سمعنا الحريق الشمعة طاحت على شارجور وتحرقت العائله والوقايه المدنيه ما جاتش في الوقت ديالها، ما جات حتى 7 الصباح يعني تماتوا كلهم غير الدراري ولاد الدرب هما اللي دخلوا داروا المانط وداك الشيء ودخلوا عتقوا وبداو كينقزوا من سطوحه. ملي جاو الوقايه المدنيه لقاو كل شيء مات، 8 الاصحاب بهم كاملين ماتوا. وهاد الناس كان الله يعمرها دار يعني زعما ظريفين عمرنا سمعنا منهم شي كلمه العيب ولا شي حاجه اي والله يرحمهم ويوسع عليهم فضل. معاها الفجر معاش 5 الصباح بحال هكاك ما جاوش، مشى لواحد الدري عندهم جابهم من السبيطار ما جاوش كاع وجاو بقاو شحال هما هنايا ما داروا والو. حتى الدراري ولاد الدرب هما اللي عتقوا داك الشيء ونقزوهم من سطحه وداك الشيء عاد باش الشيء دابا في السبيطار والاخرين ماتوا. بداو كيغوتوا كيقولوا عتقونا عتقونا حتى خرجنا حنايا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma.